مرحبا بكم في هذا دوزيام فيديو تاع الحد بيان سور 26 نوفمبر 2023. صح غداكم الناس تيرمون اليوم كملوا الناس بكري باسكو برد الحال، الناس كل تحب الشربه الحاره والعيش. كنتوا تشوفوا دوكا في بعض اللقطات هزوهم بعض المواطنين وحطوهم سور لي باج تاعهم، وانا جي سون اوتوريزاسيون الغالب جي بري كلكو فوتو انفان كلكو سيكونس. سي با بور غاني د لارجون كيما يقولوا هما. انا ديجا كي ندير دي فيديو تاع هنا ونتاع منا جو سي با مونيتيزي على بالكم، مي يونيكومون بور مونتري بلي الحال برد والثلوجات كما شفتوا في تيزي وزو ولا شفتوا في سطيف كيفاش الثلوجات. الناس اللي في ديارهم عندهم لي شوفاج وعندهم الفرنوات باش يسخنوا منا، ومساكن يقول لك برد الحال، يعني برد الحال وساعه ساعه يزيد يقوي في الشوفاج، قال زيد زيد شويه راه برد الحال. علاش درت لكم هذا؟ بالك راكم شفتوا في لاباج فيسبوك نتاعي هذيك العزوج دوك نعطيها لكم، اللي مسكينه قاعده كانت واحد المواطن غلط واحد العزوج في الغرب الجزائري في مدينه غليزان. وانا غليزان هذه هي المره الثانيه اللي نكلم ليستوريتي تاع غليزان على مشاكل تاع المواطنين. المواطنه البارح بعث لي فيديو اي جلي بارطاجي عندي، وكما قال واحد البارح ما قدرتش نتصل بهم باسكو ما خدموش، اليوم يخدموا. اتصلت بمسؤولين في غليزان، دوك نعطي لكم الفيديو من بعد نتكلموا عليها. قبل هذا نحب نقول للناس اللي في 58 ولايه، في 58 ولايه المجتمعات ولا لي اسوسياسيون هذو، الناس هذو ولا لي زيلو ولا الناس اللي عندكم ناس متشردين، من فضلكم من فضلكم حطوهم سوغ لي ريزو سوسيو باش نقدروا نعاونوهم. واحد كي ماذا بيه كي يحط مرأة ولا يصور رجل ولا طفل لبرا، ماذا بيه يمد لي زانفورماسيون الكاملة باش نقدروا حنايا ندخل ونعيطوا للمسؤولين باش يهزوهم اون شارج. مي كي تحط لي انايا فوتو ولا فيديو وما تقولش وين جيها وما تقولش اسم نتاع الشخص ولا وين اتصلوا به، دونك ما نقدروش نعاونوه، ما نقدروش نعاونوه. وانا الناس هذو اللي يدير البوز بالمواطنين وبالكذا، والله غير عيب عليكم، والله غير سمحوا لي، والله غير سمحوا لي، عيب عليكم. اذا نحطوا فيديو نتاع واحد ولا نحطوا التصويره نتاعو غير للشهره ولا غير باش نطلعوا الناس تتفرجنا، يعني انا نحشم، انا والله غير نحشم. انا ما نحبش الناس يتفرجوني، نقول لكم الحق جو با. اذا تشوفوني حطيت كاين شي حاجه اللي باش تطلع للاخر ما تفرجوش. احنا نحبوا نحلوا المشاكل تاع الناس، الناس تعاني مساكن، ما نجموش نحلوا المشاكل تاع الناس كلنا. ما عنديش خدمه سيدي سي سليمان، دي كال اللي نقدروا نعيطوا للمسؤولين يحلوهم وي بصح باش واحد يستغل الفرصه باش حنا نحلو، هو يعيط لي يقول لي ها واش عندي ها واش عندي. خويا انا مانيش هنا مير ولا شاف دايره ولا والي ولا روح اتصل بهم يا اخي. الناس اللي مسؤولين هما روحوا لهم، انا ما خاطي ما تتصلش بيا من فضلك. كانوا ناس يستغلوا بعض امور كيما هكذا وتتشوت يبعث لك في الاخر في البريفي راني هكا ها واش عندي ها واش عندي هم داروا لي هم داروا لي. خويا انا مانيش عداله، اسمحوا لي انا مانيش عداله، انا كي نقدر نعاون راني يعني نعاون، مي جو بو با فير، ما نقدرش نكون هو لو سوفور لو ميسي تاع كيما قال واحد. جو بو با جو بو با باسكو انا عندي خدمات اخرين وساعات صعيب باش تتصل بالناس، الناس يخدموا. ما تقدرش تعيط للمدير تلقاه ما كانش، تعيط للوالد تلقاه ما كانش، تعيط لشاف الدائره تلقاه ما كانش، تعيط للديريكتور تاع لوبيتال يهرب من كاين واحد المدير في باتنا تاع واحد لوبيتال راني يعني جاي له ان شاء الله. كي عيط له يقول لك اعطيني البورتابل تاعك، علاه نعطيك البورتابل تاعي ونعرف كنا علاه نعيط لك كيف اسمه المؤسسه الاشفائيه، هز التليفون هضر معايا. علاه قال لا سيكريتير قولي له اعطيني البورتابل تاعو من بعد نعاود نعيط له. علاه اخويا انا صاحبك انا ولا نعرفك، هضرت معاك تكلم معايا، ولا مثلي انسان شارجي دو كومينيكاسيون ولا كانش واحد نقدروا نتصلوا به. مش غير انت مدير ما عندك خدمات اخرين، اعطيني المدجون تاعك ولا ريسبونسابل نتكلم معاه، ولا قولي لا سيكريتار قول لها
واش يقولوا قولوا يتصل واش يقولوا بسيرفيس تال ميات قولوا قولوا عطيني البورتابل تاعو كيما حبيتش نمدو البورتابل واش دار قال لا سيكريتير ما تجيش تهزيه خليه كيصوني ما تجيش تهزي التليفون ما تقلقش روحك ما نتكلمش معاك دوك نتكلم معاك في الجورنال يا با توسي باسكو الناس هادو حنايا رانا ما نعيطولكمش على على الشخصيه تاعنا على الحوايج الشخصيه تاعنا ولا نعيطولكم حنعيطولكم على مواطنين يعانيو مواطنين ما عندهمش مساكن يروحوا لوبيتال قال يبعثوه للبريفي روح للبريفي كيفاش مواطن مسكين ما هو خدام ما والو تبعثوه للبريفي كيفاش يقدر يدير مسكين واش يقولوا السكانير ولا يدير حاجه عندك لي سكانير هذو كاين عند البريفي عند البوبليك كاع حابسين كاع حابسين كامل نروح للبريفي هذه الخدمه هذه ما تحشموش كاع حابسين علاه حابسين علاه ما يحبسوش عند البريفي خاطر يماهم خاطر يزكوا يماهم مي نتوما الدوله لا خليه يحبسوا ابعث للناس باش دير المال حرام عليكم وربي يتفرج فيكم حرام عليكم على كل حاجه دوك نجيو كل حاجه وحاجتها دونك انا نقول لكم يا ناس في 48 ولايه الناس اللي راهي تشوف الناس اللي طايشوا برا اللي اس دي اف هذو كسوا نساء ولا رجال ولا اولاد يرحم والديكم اعلمونا اعلمونا حطوهم وبارطاجي باش الناس كل تبارطاجي وعلمونا حنا ندخلوا قدام خطا نعيطوا للشرطه كثر خيرهم ونعيطوا كيف اسمه لي بومبيي كثر خيرهم يروحوا ومن بعد نعيطوا للمسؤولين باسكو لي بومبيي ولا الشرطه يهزوهم وين يديهم يديهم للكوميساريا نعيطوا للجدارميه باغ اكزومبل في كانش دوار يهزوا هذاك المواطن هذاك وين يديوه يديوه لديارهم ولا يديوه لا بريغاد ولا يديوه يحطوه في الجروبمون نو لازم قلنا حنا قلنا قدام خطره للمسؤولين افتحوا لي زيبيرجمون دورجونس من فضلكم سورتو في هاد لا بيريود هادي منا الموا دافريل ولا حتى المي باسكو ما ناش فيت خطره في الموا د مي صب الثلج عندنا في خنشله في الموا د مي والله الموا د مي دونك هادو سي بيريود يعني فريمون ديفيسيل سورتو في الاماكن هادو تاع لي زوغيس ولا في لاكابيلي ولا في ستيف برد الحال برد الحال الناس مساكن يطيشوا لبرا دونك المسؤولين هادو المياه ولا رئيس الدائره ولا الوالي ولا لابيوي ولا لي داس راكم مسؤولين راكم مسؤولين الاولى قدام ربي والثانيه قدام العبد انا نقول لكم الحق لو كان واحد يموت في كانش ولايه من البرد انا الاول اللي يقولوا لي شكون هو نتبعوا هالمسؤولين هادو في العداله بور نو اسيستونس ا بيرسون اون دونجي علاش باسكو انا كنت جيت رئيس بلديه انا قد عندي واحد في البلديه عندي 1000 ولا 2000 ولا 3000 يا ربي اربعه من الناس تحسبوهم على اصابع يا ربي كيما حنا عندنا في خنشله يا ربي خمسه من الناس ما كانش خمسه من الناس ما نجموش نحطوهم في لوطيل حتى يعقب كيف اسمو ها حتى يعقب الشتاء ما نقدروش يا اخي ياك الدراهم تاع الدوله ولا دراهمك ما نقدروش نهزوهم نديوهم لدار العجزه ها ما نقدروش الناس اللي مراض نديوهم لوبيتال بسيكياتريك ما حتى عليه يحكموا اذا ما يحكمكش قلنا خويا قلنا حنا نتكلموا معاه هذا السيد هذا غدوه صباح يموت واحد لبرا نحملك انت المسؤوليه نحملكم انتوما المسؤوليه علاش باسكو هادو صوارد الشعب اللي راكم تسيروا فيهم ما مش صواردكم الله لا يكثر لكم خير انتوما راكم خدامه تديوا الدراهم انتوما مسؤولين وزاد راكم خدامه عند الشعب باش يكون في علمكم خدامه عند الشعب كان ناس كثر خيرهم يديروا في خدمتهم يعطيهم الصحه ويديروا اكثر دوك من بعد نرجعوا الناس تمشي بالطوموبيلات تاعها مش تاع السيرفيس بالطوموبيلات نتاعهم نتاع البيرسونيل ويروحوا يقضيو حوايج المواطنين يعطيهم الصحه الناس هذو حنا نعاونوهم كي نعيط لك نقول لك عليا انا عندك الحق كي نعيط لك على واحد من فاميلتي قال لا ما نديرش بصح نعيطوا لك على مواطنين نورمالمون ما نعيطولكش نورمالمون تاع براسك وهذه بريغاد ميكست هذو اللي يديروا فيهم ام كانوا دي بريغاد قاعدين يلعبوا واش نتفاهموا قاعدين يلعبوا خارجين يجيبوا الكاميرات وكاميري كاميري ويروحوا لواحد ويديروا السينما السينما ما نحبوهاش اذا تخرجوا باش تقضيوا حاجتكم وتقضيوا حاجه الناس تهزوهم تديو لهم كما قال واحد حتى ما حبش اخويا ندير ريكيزيسيون واحد كي ظل مختل عقليا ايبا نديرو ريكيزيسيون ما حبش واش قال ما نحبش اخويا نخليه يموت لا يا اخي شفتوا في الدونجي نهزو حتى نجيب الشرطه ريكيزيسيون نهزوه ما نخليوهاش سي فري كانوا ناس يقول لك ما نحبش نروح اخويا نحب نقعد هنا بصح تقعد هنا راك في الدونجي يا اخي راك راح تموت كي نخليك انا في البرد موان 10 ولا موان 15 ولا موان 20 تقعد لبرا نحطك في الثلاجه وتقول لي نقعد هنا لا ما نخليكش يا اخي نهزك حتى وما تحبش
نهار كي يكون الحال مليح راك سعرو على راك، خاطرش كاينو ناس كيحبو يدخلوهم الشتري، ناس يدخلوهم بيكزومبل للمؤسسات نتاع الدولة، عندهم دي زوغيغ يخرجوا عليهم ويدخلوا عليهم، لازم يحترموا القوانين نتاع المؤسسة. هما ما يحبوش، هو يحب لا ليبرتي، يدخل ويخرج كي اللي داروا. لا، في هذه المؤسسات هذو كان وقت تاع الغداء، كان وقت تاع العشاء، كان وقت تاع الصباح باش تبقاو، وكاين وقت باش تخرج وترجع. فنحترم يحترموهم. مي هذه كل لازم تكون، هذه كل خدمة لاداس، هذه كل خدمة هذو المديرية نتاع الشؤون الاجتماعية، لازم يتحركوا هذو كيفاش هما لي زاسيستون سوسيال، لازمهم يتحركوا، ما تبقاش في المكتب نتاعك قاعدة وقت شي يعطيك البروكيور، لا، تحركوا، بتاع البلدية لازم يتحركوا، الدائرة، أنت هو رئيس الدائرة، تحرك يا محمد، ما تنجموش تحلوا الجيمناز، ما عندكمش دي جيمناز تحلوهم، ما عندكم دي زيكول مقفولين، تجيبوا لهم تاع تشغيل الشباب وتجيبوا لي ماطلا لهذا لا بيريود برك، وتخليهم تجيبوا لهم الماكله، وتجيبوا لهم واش الماكله، تجيبوا لهم الروتي، ديروا لهم دي سوب هذا ما كان سخونين، وكيما قال واحد باش المواطنين مساكن، انت كي تخش تروح للدار نتاعك تلقى الغداء وتلقى العشاء وتلقى لو ماطلا نتاعك ترقد فيه سخون حتى تنحي الغطاء باسكو عندك الشوفا سونترال، وما تخممش على مسكين هذا المواطن اللي راهو اللي طايش لبرا. موش لو كان جا خوك اي ما معليش، لو كان جا خوكم هذا جا باباكم تخليوه لبرا، ما نضمنش شو بونس با. دونك شوفوا معايا هذا الفيديو اللي دار واحد المواطن مشكور، ونعاودوا نرجعوا نتكلموا. تفضل. المسخره اللي البارح اللي قال لي انا نعطيك دراهم، ولا انا خويا ماشي دراهم، ما كتبش راك ما تعاون هاي، انا راهي بروبو تاع كاستور، هاي رانا بروبو تاع كاستور، هنا راهي عندي الباب تاع جابر. هاي قالك مسكينه. هاي قالك مسكينه. هاي. انا البارح كنت والله يا خوتي ما لقيت انا بجيت دروك راني باري عند انا نقسمكم بالله. شوف ما عندكش دراهم خويا. لا حول ولا قوة الا بالله. اهدري معاهم الحاجة اهدري معاهم. هكا هاي تدعيكم خوتي الله ونعاونوها الله يرضى عليكم ونجازكم الله وألف خير. وبعد نشكر الناس اللي بارطاجت لي الفيديو البارح وطلعوا لي وربي يعاود يدعيكم هاك وخاوتك. لا يا ربي خلصكم الله يديركم اللي باينها الله يديركم. فوالا كيما تفرجنا مع بعضنا هذه المرة هذه جات في غاليزان في ولاية غاليزان دونك بعد المارشي بعد بلاصة يقولها كاستوخ. الوغ انا اتصلت بمدير شؤون الاجتماعية لاداس، تكلمت معاه هنا بنفسي. مدير على كل حال يعطيه الصحة، ماشي هذه المرة الأولى اللي نتصل به، اتصلت به ثاني قبل وعنده معلومات وعلى باله بها. وهذا السيدة هذه مسكينة راح لها بنفسه، راح لها هو بعد بنفسه وراح وحده، خاطرش هو بعث واحد لابريكاد، ولابريكاد هذيك كي راحت داروا التقرير نتاعهم وقالوا له بلي رانا رحنا هضرنا معاها راهي هزت الحجر وبدات تحدف فينا بالحجر. دونك هو واش دار، هو خلى العشيه خلاص كيخرج من الخدمه وراح لها وحده وصل عندها وهضر معاها وقال لها يا بنتي واش راكي ديري هنا ومنا؟ قالت له انا عندي خوتي وعندي ما نعرف واش، يعني شغل بيكزومبل تحب تنعت بلي راهي واحد ما ينجم واحد يظلمها ولا منها خافت شويه. ومن بعد قال لها هيا نديك معايا ونديك البلاصه تقعدي في السخانه ويداويوك وكذا ومنا. الوغ من بعد ولات قال لي كي هضرت لها هكا تبدلت بعد وقالت له هيا تقعد عليا منا ومشي. وعلى كل حال المدير مشكور المدير نتاع المؤسسه هذه، وعلى حسابه هو قال لي رانا ان شاء الله بحول الله اليوم راهو خليته اليوم بعد اليوم في هذا الوقت اللي راني نتكلمكم فيه، راهو اتصل بجهات معنيه، جهات حتى هما يقدروا عندهم صلاحيات باش هالمره هذه ان شاء الله يدخلوها المؤسسه اللي باش تدابور الدوي ويشوفوا الحاله نتاعها ان شاء الله. وهو بعد تكلم معايا وقال لي ودي راني ان شاء الله بحول الله اليوم، اذا مش اليوم غدوه راهي تدخل المؤسسه هذه راح يديوها. وبربي ديكا كيما هذا ان شاء الله ننترفيو عليهم ان شاء الله. انا حسبت باللي ما على بالوش، مي سيد على بالو قال لي التقرير قدامي وراني بعثت بريغاد وراحوا لها وما حبتش تتهضر معاهم وداروا التقرير نتاعهم باسكو ما يقدروش يهزوها بالذراع باسكو والله اللي يقدر تصير لها مشكله سي ان بروبليم. الوغ هو راح بنفسه كي شاف باللي ما كانش حل، راح كش ما يلقى حل ما كانش حل، مي راهو دار التقرير نتاعو كيما يسموه السلطات
اللي يخدموا معاه ديك كوليك تاعو يخدموا معاه في مؤسسات اخرين اللي عندهم حق باش يديروا يدخلوا وان شاء الله يهزوها كما قال لي هو اليوم قبل غدوه هاك بعد قال لي اليوم قبل غدوه ونشكروه بزاف بزاف الناس كيما هذو حنا نعاونوهم وحنا كيما قال واحد هذو هما اللي انسان يقول لك هم مسؤولين مسؤول من المسؤول اللي يقفل التليفون تاعو ولا المسؤول يتعيط له يقول لك انا مانيش هنا يا اخي راك خالص راك خالص راك مسؤول على الناس هذو غدوه الله لا يقدر كيما المراه هذه تموت غدوه المراه هذه كيفاش غدوه تقول انا خاطي ولا تقول انا ما حبيتش لا اوموا ديروا خدمتكم روحوا اخويا ما حبتش ما كاين كاين دوتر سيرفيس كيما قلت لكم كاين دوتر سيرفيس يديوها ويتروح معها يروحوا معها بنساء ويهزوها ويديوها لساعات دابور يديروا لها يشوفوا الحاله نتاعها النفسيه واذا باش تدخل دازون اوبيتال بسيكياتريك ولا دازون اوبيتال باش تعالج ولا ما يدخلوها الجزائر الدوله كاينه الدوله موجوده الدوله موجوده الناس اللي تقول ما كاينش دوله انا نتحداكم الدوله موجوده ما شي اللي ما كانش الناس اللي ما يخدموش ما نتهموش الدوله الدوله عندها دراهمها وموجوده ومدت كل الوسائل للناس هذو باش يخدموا مي تلقى مدير كيما هذا ان شاء الله يا ربي يعطيه الصحه وان شاء الله يعاونه وتلقى مديرين اخرين يسون فوت تاع الكلمه زوج يقول لك شكون انت واش دخلك انت واش محمد انا واش دخلني انني وليت نخدم سوسيال نورمالمون ما ندخلش هو نورمالمون ما نعيطش واش ندير اي بان نورمالمون نهضر في فيديو ونروح ندير انا ارتيكل في الجورنال ونخليك الله يسهل غدوه دوك تولي تقول كيفاش وانا وما على باليش واش نسي با دونك كيما يقول الانسان لازمو المسؤول يكون مسؤول صح يكون مسؤول صح دونك ان شاء الله ان شاء الله بحول الله لو كان هذا يبقى تتخ ريزول ان شاء الله وانا نتبع القضيه هذه باش نشوف اكزاكتومون والمراه هذه وين مشات وين راحت بربي نوعدكم باللي هاد المراه مسكينه هذه نشوفوها وين مشات وين راحت وان شاء الله نتكلم لكم عليها في دونزونيتور فيديو اخرى مي سامبلومون انا نزيد نقول للمواطنين راكم نتوما العيون نتاع الادارات يا اخي نشوف حاجه نصور واش هو نكتب لتحت نكتب حتى وما نصورش الشخص نكتب قال اخويا موجود انسان ها وين موجود نهز التليفون نعيط لاداس نهز التليفون نعيط للحمايه المدنيه نهز التليفون نعيط حتى للشرطه قال ولدي راه كاينه مراه راهي تطيج راهي في خطر من حق هذا سي فوتغ دوفوار نتا كسيتويان سي فوتغ دوفوار ولا تحطوها سو لي ريزو سوسيو وحنايا نهزوها ونعيطوا للناس المسؤولين انا ما يهمنيش كي ندير ان بابي سو لو جورنال ما يهمنيش انا نقول لكم الحق ما نجريش على الصوارد ما يهمنيش كي ندير انا نحب جو فو تروفي دي سوليسيون للناس كي كون جو تروفي سوليسيون خير ما ندير ان بابي واش كي ندير ان بابي قالوا ما يخدموش خدمتهم عام كذا عام مرا يتطايش عام نشعلوا النيران انا مانيش هنا باش نشعل النيران او كونتخيغ انا هنا باش نعاونوا الناس هذو اللي راهم يعانيو وثانية نخرجوا ثاني لي زيفور نتاع الناس كيما هذا نتاع المدير تاع المؤسسة هذه اللي هز الطوموبيل تاعو ويروح الطوموبيل تاعو بريفي تاعو ويروح يهضر مع متشردة ويحاولها باش يديها يطلعها كيما قال واحد يديها على البرد يعني ما دي زيفور اونكوراجي اونكوراجي وان شاء الله الناس كل دير كيما هكا هاي نقول لكم بلا قيم ديال هنا ادو طيار ان شاء الله صح غداكم مره اخرى اللي مازال يتغداو الريطار ادو طيار سير اون اوتر فيديو ان شاء الله قيم ديال هنا